كيف تقوم بتسطيب خلفيات متحركة على شاشة قفل آيفونك بدون جيلبريك وعلى آخر نسخ iOS 11؟ هذا ما سنشاهده في هذا الشرح، ابقوا معنا. نعود إليكم من جديد أخواني، لكن في عجلة أود التذكير، إذا كنت زائر جديد على قناتنا أو إذا كنت تتابعنا على الفيسبوك ولا تتابعنا على اليوتيوب، فنصحك أخي ونترجاك أن تقوم بالضغط على زر سبسكرايب أو اشتراك على قناتنا هكذا، وتفعيل زر الجرس لتتوصل بدروسنا التي تنزل كل يوم أو يومين بخصوص الآيفون. إذا نمر مباشرة إلى الشرح أخواني. أول شيء يجب أن نقوم به هو أنه يجب أن نذهب إلى أب ستور، وسنقوم بتحميل هذا التطبيق الذي سنكتبه هنا لايف والبيبر. طبعا سنترك لكم رابط التطبيق تحت الديسكريبشن في الفيديو. هذا هو التطبيق، انا اصلا قمت بتثبيته من قبل كما تشاهدون، لايف والبيبر فور مي. ساريكم طريقة التعامل مع هذا التطبيق. نذهب مباشرة الى التطبيق بعدما تقومون بتحميله اخواني. ستجدون التطبيق قد تم تحميله، وندخل عليه هكذا. التطبيق به العديد من الصور لايف، يعني الصور المتحركة، العديد منها مدفوعة، لكن هنالك العديد منها أيضا ليست مدفوعة، وسأريكم طريقة التعامل معها وكيف تعرف كيف يعني تعرفون أن الصورة غير مدفوعة. فهنا كما تشاهدون هذه هي الشاشة الأولية للتطبيق. نذهب إلى هذا الزر هنا، هنا يوجد زر سيف، وهنا يوجد زر به سهم إلى الأعلى وسهم إلى الأسفل، نضغط عليه هكذا. ثم هنا ستجدون العديد من يعني إذا أردت أن تكون الصور عبارة عن animals، عبارة عن لديها علاقة بالحيوانات، أو بفاير يعني النار أو water، فعلى سبيل المثال سنختار فاير هكذا. وكما تشاهدون هذا النجم الموجود في الأعلى يعني أن الصورة مدفوعة، يعني إذا أردت هذه الصورة فيجب أن تدفع، لكن سنبحث على الصور التي هي بالمجان. سنقوم ب الذهاب يسارا، هذه ايضا مدفوعة كما تشاهدون، نذهب مرة اخرى يسارا. هذه الصورة على سبيل المثال ليست مدفوعة، لكن سنقوم سيعطوننا فيها اشهار، نقوم بتجاوز الاشهار هكذا كما تشاهدون. ثم كما قلنا ان هذه الصورة كما تشاهدون ليس بها نجمة، هنا سنضغط على سيف، هذا الزر هنا نضغط على سيف، والصورة قد تم ارسالها الى المكتب. نبحث عن صورة أخرى لنقوم بنفس العملية، على سبيل المثال هذه الصورة أيضا ليست مدفوعة بالمجان، نبحث على صورة أخرى، هذه صورة أيضا بالمجان، كما قلنا نضغط على سيف هنا ويتم تسجيلها مباشرة على المكتبة. لنقوم بتسطيبها على شكل خلفية متحركة للآيفون، كل ما علينا القيام به أخواني هو الذهاب إلى مكتبة الصور في آيفونك. ستجد الصور التي قمت بتسجيلها مباشرة من التطبيق، الصور عبارة عن صور لايف كما تشاهدون لايف، إذا ضغطنا عليها ضغطة مطولة تتحرك. إذا سنقوم بتسجيل كل الصور من التطبيق إلى المكتبة، الصور التي نود أن نضعها على سبيل المثال على شاشة قفل الآيفون تكون متحركة. فمثلا إذا اخترنا هذه الصورة، هنا هذه الصور كلها قد قمت بتسجيلها من هذا التطبيق كما تشاهدون، فمثلا أردت هذه الصورة أن أقوم بتسطيبها وجعلها متحركة على يعني شاشة قفل الآيفون، كل ما عليكم القيام به أخواني والذهاب إلى هنا يعني، ثم الذهاب إلى Use as Wallpaper يعني استعمالها كخلفية، ثم نختار هذا الاختيار هنا Live Photo يعني صورة حية كما تشاهدون لايف فوتو، ثم نضغط سيت، ثم نضغط سيت لوك سكرين يعني في شاشة القفل. مباشرة بعدما نقوم بالضغط عليها كما تشاهدون سأقوم بقفل الآيفون، ولما نقوم بفتحه هذه الصورة يعني صورة القفل. ولتحريكها كل ما عليك فعله أخي هو أن تضغط ضغطة ثلاثية الأبعاد، ضغطة مطولة هكذا كما تشاهدون، والصورة تبدأ تتحرك، يعني يجب أن تضغط ضغطة ثلاثية الأبعاد كما تشاهدون، ستقوم بتحريك الخلفية. إذا أخواني إذا أعجبكم الدرس لا تبخلون علينا بالضغط على زر لايك، من فضلكم أخواني لا تبخلوا علينا الضغط على زر لايك، وإذا كنت زائر جديد على قناتنا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس لتتوصل بدروسنا التي تنزل كل يومين بخصوص الآيفون. دمتم في رعاية الله وحفظه، peace.